السلام عليكم. هذا الفيديو لنا بصلاة الرسول، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم واحد التحلية زوينة. عندي واحد يطرة ديال الحليب، عندي جوج فرماجات، عندي فانيلا فلو ديال الفريز واحد، وعندي معلقة ونص ديال سنينة. تبعوا معايا الطريقة وسمحوا لي ما شاركتش معكم في التالي. درت فيها حتى جبانات مقطعين، وواحد المونقة هي درتها فيهم. صراحة كتجي زوينة اقتصادية، بغيت نشاركها معكم. واللي مازال مشترك في القناة يشترك وفعل داك الجرس باش يوصلكو الجديد، وخلي واحد اللايك ولا كومونتير زوينة. وباقي ان شاء الله الجديد جاي، ودابا ان شاء الله غنشارك معكم هاد التحلية. صراحة زوينة اقتصادية، مكونات بساطين، اي وحدة ديرها في الدار. غير بيطرد الحليب وجوج فرماجات وفلو ديال الفريز، هو اللي كيجي في النكهة زوين. وكاس وسمحوا لي ومعلقه ونص ديال سنيده. خليكم معايا، دابا غندير يطر ديال الحليب في المقله ديالي فاش كنغلي الحليب. وندير سنيده معلقه ونص. بالنسبه لهادي غندير فيها شويه ديال الحليب والفرماج. سمحوا لي درت حتى واحد بنانات قطعتهم، واحد المونقه حتى هي غير ما شاركتهاش معاكم. دابا فلو غنديرو في الطبسيل، والحليب رديته يغلى فوق البوطة، وفلو ديال الفريز غنطربو معاكم. هانتوما كتشوفو كنطربو، صراحة كيجي زوين اقتصادي مع الفرماج، كيجي واحد النكهة زوينة، واحد البنان. وبالنسبة للفواكه ديرو اللي عندكم نتوما في الدار. هاد التحلية زوينة اقتصادية، كتجي فن، واحد النكهة ديال الفريز زوينة فيها، بغيت نشارك معاكم. نطربها مزيان، انا كنطربها معاكم. درت واحد شويه ديال الحليب، طربها نطربها مزيان ونكبها في الحليب اللي غلى. الحليب درت له شي تقريبا كاس هذاك، معلقه ونص ديال سنيده. مابغيتش ندير الحلاوه بزاف، راه بالنسبه للفواكه هادي بحال تجي هو هذاك في المذاق. ودابا راني رديته يبرد وهو خرج من الثلاجه، وهانتوما تشوفوا النتيجه. وسمح لي بزاف اللي كتوهم، صراحه جا زوين، واحد المذاق فيه جا زوين وبالصحه. وسمح لي اللي كتوهم، بغيت غير نشارك معكم هاد التحليه زوينه البسيطه. والى هنا ينتهي الفيديو، والسلام عليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي.